call me a god. You call me a god. ايوه فنسوي قبول ونشوف المهمة ليفل 9. Let greed and desire be abandoned. Let them melt away as wax. Then you will have achieved. نتمنى انها ما تطول يعني لان هذا المشن اللي الحين فيها خدت علي كثير بسبب البق اللي صار لي في جزيرة القاعة. But now I realize it's rubbish. A flawed wisdom. The righteous elite think us greedy. We share amongst us. We take care of our own. But what we share, we take from them. And they don't like it. We aren't greedy. That I am sure of. It's just that when you're free, and you take what you want, people get jealous. تذكير انكم ما تنسوا متابعتي في اليوتيوب وكذلك تفعيل جرس التنبيهات. الحين وصلنا لل 395 متابع، قريبين من 400، فأتمنى انكم توصلون لل 400 في هذا الاسبوع. كنت حاط هالاسبوع لل 450 بس شوية صار انخفض الاضافات او المتابعات الجديدة، فحاولوا انكم توصلون 450 و400 قبل ذلك. اذا كنت ترجع للفيديوهات اكثر من مرة فدعم القناة يكون عن طريق المتابعة واللايك وحتى مشاهدة الفيديوهات لحد النهاية. But show him a pirate's freedom does not stop at his gates. تم اكتساب علامة المهرب. خلصنا اللي هي 1000 نقطة أتوقع. نشوف علامات المهرب ولا غرب حلقة النار؟ نروح غرب حلقة النار بس في البداية أريد أشوف، ما أتوقع عندي طبخة ولا شيء. نشوف المكافآت. عندي نقطتين أتوقع، فخلينا نشوف هذه ما نقدر لها. ألوان اوكي. المطاط المقطع اريده. هتذكر بس اتذكر اني شفته في حاجة يعني تقدر تستخدم المقطع. كل تركيزي على الاثر فاخر. اوكي نفسها مال افريقيا مال الشرق. هذه الجزيرة الحمراء. شكل الباترن يتكرر. كيف هنا في فلوس ولا فتح ملابس فقط. ننقل الحاجات هذه كنت اريد ابيعها. الماتيريال ننقلهم. وهذه أريد أعرف بالضبط هذا وش فائدتها. مال النجوم أقرب فاست ترافل يكون هذا. أوه هذه قلعة أتوقع مريت جنبها قبل كم يوم. ناخذ الدريان عشان نطبخه ونرجع للسفينة.
ليش العدد اوكي 32 22 واصلاح 2؟ ليش استخدم اصلاح 2 دائما؟ انا اريد استخدم هذا. الريمبا متعاونين معنا، بس كل ما يلاقيونا في في البحر يحاربوني لأسباب لا أعلمها صراحة. 4 من الجوز الطيب. أسباب إنه تحاربني الريمبا ما أعرف، دائما كل ما ألقاهم عليك البقاء داخل منطقة الصفقة. أي حصن اللي يريدوني أكون فيه؟ هذا السفن اللي نساعدها، بس ما معلقين العلم الأحمر. لا هذا العلم الأحمر أظن، كنا نشوف العلم الأحمر. نروح نتمركز هنا داخل المجال وبتبدأ أتوقع الحرب، ونجرد أن نخلصنا نكون خلصنا ستوري اللعبة. حاولنا نطيح بانكينكا. فلوس 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 وينهن؟ تعال من اللي صبته؟ صعود لسفينة ما وقت الحرب، هل يدمقني ولا؟ اوكي دمقوني، واجد دمقوني وكأني بخسر. كأني بخسر. عندي 5 ثواني.
تجمع كثير. ما توقفت. حطمت الأسرعة. ننتظر كول داون شوية خفيف. نسوي حماية. إصابات فيا مباشرة. المفروض دوراني يكون على الجهة اليسار عكس عقارب الساعة، لأن سلاحي الأقوى هنا. مات. خمسة ذخيرة. مات. overwhelming. ربشة كثير. غرقت السفينة. عسى انه ما تكون مشان فشلت او شيء. بس ما عندنا الرمح. بننفجر مرة ثانية.
افكر مره ثانيه. يمكن لو جبت السفينة الثانية البري وكانج ولا يمكن كنت تكون عندي فرصة أفضل. مرة ثانية بس أقدر أمل الهيلث قبل أن أرجع لهم. نرجع مرة ثانية خلنا نشيك الصوت. نرجع نهجم عليهم. ما أعرف إذا الهيلث رجع زين شوية. كل الحاجات اللي قاعد أخذها ما أعرف فائدتها. قريبين قريبين قريبين. المشكلة انه خلص عن الرم مع انه قايل كمية. إشارة وش هذا اللي اطلقته؟ كده انهم بدأ الطلق عندهم يكون اسرع وانا ما قادر. خلاص ما بقى شيء. نقرب الصعود ولا بتحترق السفينة؟ ما لحقت اني اقترب منها واصعد بس خلصنا اخيرا. صعبة واجد كانت بهالسفينة. شوف يعني قيلت مثل هالاطفال يدمقوك يعني بسهولة. اوكي انت بعد تقدر تدمقهم لكن هم يدمقوك بسهولة. وش صار؟ نرجع لمدينة الموت او وش هذا المنارة المدمرة ونرجع مرة ثانية لرحمة. باخذ بريك خفيف وبرجع لكم.
بعدنا في الطريق نحاول نوصل هنا، وبعدنا على صداقة مع البرتغاليين الرينبا. ليش مرة ثانية يريدوا يحاربون هذا؟ لا، إذا خلينا ناخذ شيء هيلث. هل الفاست ترافل محذوف؟ الآن الهولنديين معادين، خلينا إذا تقدر تقتربوا مني بدمركم جنب المنارة، وإذا ما تقدروا كأنه اختفت. أوكي، كأن أنا دخلت مكان ثاني. رحنا إلى وش اسمها هذا، مدينة الموتى. وصلنا مدينة الموتى، ونقول فاست ترافل رحمة. عندي 2000 بعد، فتكفيني حال فاست ترافل للسانت إين عشان نلاقي شيرلوك. ليش لفيت يمين؟ مرة ثانية أتوقع نفس البق اللي صار قبل شوية، لأنه ما متحدث عندي المهمة، وحتى فوق على اليمين مكتوب لي إن الرينبا ما زالوا على اتفاق معي. نشوف، نكلم رحمة. Right out of his jacket. Too bad it doesn't come with the body. The man who had set out to end piracy. The bastard is dead. His men sent halfway to Amsterdam with shattered hulls and wounded pride. It took blood and tears to achieve this victory. But it was worth it, wasn't it? ايش ورثت؟ بهدلوني و اظني مع المونستر، سي مونستر وحش البحر، ما واجهت نفس الشيء. تشير. أيوة، أريا لما دمرت من اسمهم، لما انتقمت لعائلتها. تو كأنها تعطيني الإذن أن أدخل عالم التجارة، وأنا أوريدي عدت مستحوذ على كل الريد آي. صراحة يعني اليوبي سوفت أغبياء إذا كانوا سمحونا أن نبدأ التجارة قبل أن يخلصوا المشن هذا. لا أوكي، أعطتني أرث رحمة ولا وش هذاك اللي شفته؟ رحمة لقسي.